مشاهدي ومتابعي قناة ميديا تي في وين ما كنتم، مساء الخير عليكم. مرحبا بكم معنا في رابع عدد من حصتكم سيدي فرجلاند اللي طلع عليكم شاك يوم خميس على قناة ميديا تي في، واللي من خلالها نتحدثوا على تو سكي كونسيرن ليتي 2017. كون فو رماركي زميلة أمل محمد راهي مريضة واليوم جو في لا رومبلاسي، لكن طبعا ما راحش نكون وحدي، راح يكونوا معنا لي كرونيكور والضيوف ديالنا. نبدا بداية نرحب بزميلنا من قسم الأخبار بلال يوسف. في فقرة وين نروحو راح تدينا المكان جديد، هذه المرة معنا الزميلة هدى بايو. جانا ضيف هو لو شارجي دو كومونيكاسيون تاع جمعية سيدغا الخيرية، معنا محمد لامين زلك. كذلك فنان اللي كان أبدع في أداء الأغنية الشعبية والجزائرية، كان حاضر هنا معنا في سيدة فرجلاند وأطرب الجمهور ديالو، معنا الفنان السيد نور الدين سعيدي. كما راكم تشوفوا مشاهدينا لو بلاتو ديالنا راهو جاهز وحنا رانا جاهزين، الوغ قعدوا معنا حصتنا راهي بدات، نعاودوا نقولوا لكم بعد الجينجل. قبل ما نمروا مشاهدينا لو سوجي دو جور، راح نعاود نولوا للضيف ديالنا محمد لامين زلك باش نحكيو على سيدغا. دونك بدايه نعرفنا بجمعيه سيدغا الغنيه عن تعريف جو بونس. لامين، والله شكرا، هي مسؤوليه وشرف ايضا انه جمعيه سيدرا تبدا يعني صدى الجمعيه بدا يكبر من يوم الى اخر. فلمن لا يعرف جمعيه سيدرا، جمعيه سيدرا جمعية شبانية مقرها في بلوزداد بلو بريزيزامون في لو سونتر كولتورال 11 ديسمبر الاخضر الرباح في بلدية محمد بلوزداد. الهدف هو يعني تنمية المواطنة الفعالة للشباب الجزائري في المجتمع عبر عدة يعني مجالات، اهمها الانفيرونمون، لا سوليداريتي، ليدوكاسيون، كذلك التربيه، وكذلك وهناك ايضا العمل اكثر على تطوير امكانيات ومهارات الشبان في الجزائر. انا حسب معلوماتي لامين، سيدغا الاسم سيدغا هو اسم شجره في الجنه، صح؟ من هالي درتوا الاسم تاع الجمعيه؟ وهو كذلك، هو يعني شجرة طيبة. خلاص معلوماتي صحيحة. جنة، ومعلوماتك صحيحة ودقيقة جدا. لماذا هذا الاسم؟ لأنه أردنا أنه كشباب جزائري وكشابات جزائري أيضا نكونوا طيبين وطيبات على هذا المجتمع الجزائري، ونكونوا أحسن صورة ونمدوا أحسن صورة للشاب الجزائري وللشابة الجزائرية، للرجل الجزائري وللمرأة الجزائرية إن شاء الله. عبر كل المشاريع اللي تقوم بها جمعية سيدرا نكونوا بذرة خير في هذا المجتمع، ونكونوا يعني أمل للمستقبل هذا البلد. ساتون بيان لامين ونوردين، ما راحش نكونوا بعاد على لو سوجي دو جور واللي كان قاعد هنا الزميل بلال يوسفي اللي يحكي على دور الشباب في الاعمال التطوعيه، سواء يعني بشكل فردي وشخصي ولا داخل الجمعيات. نعم زميلتي ياسمين، موضوع اليوم تناولت العمل التطوعي او الخيري في الجزائر. نعرفوا باللي العمل التطوعي في الجزائر في تزايد مستمر، يعني في السنوات الاخيره هذه عرف انتعاش بزاف العمل التطوعي هذا، العمل التطوعي عفوا. اساليب كثيره في العمل التطوعي، زياره مستشفيات، تنظيف الشواطئ، جمع تبرعات الدم، جمع تبرعات، يعني كاين اعمال عديده، يعني اعمال كثيره يعني تجلى في هذا العمل التطوعي الاخر، سواء فرد سواء جماعه، يعني كامل يعني يشاركوا في العمل التطوعي. هي تبدا مجموعه من الشباب حتى تولي جمعيات، تكبر تولي جمعيات. اكيد يعني دون اطاله، يعني نتابعوا التقرير التالي ثم نعود. أصبح العمل التطوعي الخيري يلقى في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا في مجتمعنا، خاصة لدى الفئة الشبانية، حيث نراهم ينخرطون فرادى وجماعات في مثل هذه النشاطات النبيلة لهدف واحد، تقديم يد العون للمحتاجين في المجتمع. شباب تعارفوا عبر الفيسبوك، أم هم أبناء حي واحد، أو جاءوا من مشارب مختلفة،
شباب اجتمعوا في إطار جمعية أو خارجها من أجل تنظيف حيهم أو شاطئ بحر لمصطافين قد لا يلتقون بهم أبداً، أو لمساعدة المحتاجين والأشخاص المشردين. شباب لا تربطهم أي صلة إلا الإيمان بفكرة واحدة أو مهمة ومشروع واحد. فبالرغم من عديد المشاكل والصعوبات التي تواجه العمل التطوعي في مجتمعنا، كالنقص الكبير في الإمكانية المادية وقلة عدد الفئات المتطوعة، بالرغم من كل هذا استطاعت السواعد الناشطة في الميدان وفي ظرف وجيز من إثبات أهميتها في المجتمع بتواجدها أينما تطلبت الأعمال الخيرية ذلك. أنت معليش تشوفوا لي شيء يخصك لا يقول لي بغيت شخص خصنا فراش ما عندناش انا نقول لا غير قاعد الفرق ما عندنا لا طالع فراش انا ما توهص الجميل في هذا ان هذه الظاهره شبه عفويه رغم قله وضعف الاطر الخاصه بها بدات تشكل احدى الامثله التي يقتدى بها في الاوساط الشبانيه فهل هي وليده الفراغ القاتل الذي يعيشه الشباب ام صحوه ضمير مهما كانت الإجابة على هذا السؤال فالظاهرة جديرة بالتشجيع كل التشجيع كما كنا شهدنا مشاهدينا في التقرير تاع الزميل بلال يوسفي كاين يعني حملات تطوعية عديدة من أهمها جو بونس بلال حملة تنظيف الشواطئ حملة تنظيف الشواطئ يعني احنا يعني بموسم الاصطياف استغلوا العطلة يعني سواء تلاميذ المدارس أو شباب الجامعات أو يعني يدخلوا في عمل متطوع يعني في تنقية الشواطئ العديدة في عديد الشواطئ يعني حملات يعني شفنا بزاف حملات تنقية الشواطئ هذو ممكن معنا ممثل عن جمعية سيدرا ممكن تكلمنا على هذا الموضوع يعني تنظيف الشواطئ هل أنتم في الجمعية عندكم يعني مواضيع مثل هذه يعني احنا سبيسيالمون يعني كاين فترات نشهدوا فيها الاعمال التطوعيه كما كان قال بلال في الصيف عندنا اهم حمله هي حمله تنظيف الشواطئ اللي تقام دونك في كل صيف عبر يعني اكثر من 14 ولايه ساحليه اسكو كانت لي سيدغا مشاركه في هذه الحملات والله العمل التطوعي في تطور مستمر ومن يوم لاخر يعني نلاحظ صحوة شبانية كبيرة في العمل التطوعي ومؤدى إلى يعني تنوع الأنشطة وتنوع وكثرة المبادرات الخيرية بما في ذلك يعني الحملات تنظيف شواطئ وحملات الأحياء فحقيقة لاحظنا أنه فيه مشكل هو يعني التلوث والأوساخ وكثرة الأوساخ في شواطئنا لسوء الحظ فمن واجبنا احنا كمجتمع مدني وكجمعيات أنه نعمل لتحسيس المواطن الجزائري على ضرورة حماية الشواطئ لأنه أول مستفيد هو المواطن لهذه الشواطئ طبعاً. فمن غير المعقول أنه نجي نجوز يعني نهار ممتع وفي الأخير نخلي كل ما يعني وجدرت من فضلات وأوساخ ورائي ونخلي يعني اللي يجي مرايا يعني ما يصيبش المكان كما خلاه لذلك اليوم أنا يعني بمعية أصدقائي وفي الجمعيات في جمعية سيدرا وفي جمعيات أخرى نعمل على يعني ترسيخ الثقافة البيئية عند العائلات الجزائرية مهم جدا اليوم أنه اليوم تكون عندنا ثقافة بيئية للحفاظ على كل ما هو يعني لصالح هذا المجتمع كشواطئ وكبيئة وجمعية سيدرا كان لها مشروع هو نقي حومتك تبنته أيضا وزارة البيئة والطاقة المتجددة اللي كان هو يعني مشروع يجمع بين لجان الأحياء وكذلك المواطنين والجمعيات والمسؤولين المحليين للبلدية للتحدث عن مشكل الأوساخ وتراكم الأوساخ في الأحياء وكذلك فيه كانت فيه حملات مع لاين دي ومع فيه يعني عدة هيئات مسؤولة عن حماية البيئة لتوعية المواطن كذلك وللتحدث عن المشاكل لأنه اليوم وفاء
لاحظنا انه المواطن يقول انه المشكل في يعني في الادارات وفي البلديات ولكن التغيير يبدا على المستوى الشخصي. جو بونس لو كان كل واحد فينا يقوم بعمل تطوعي وهو يغير يعني نفسه والذات ديالو راح تتغير الاحياء كما في نقيحة. وهو كذلك لانه اليوم كل فرد مسؤول عن نظافه الحي ديالو، لذلك حنا جمعنا الكل ونتحدثوا ونجد الحلول لهذا المشاكل البيئية. احنا نعرفوا كذلك عندكم كاين استجابة يعني من الشباب يعني لهذا العمل التطوعي اللي قمتوا به انتم، يعني كان هناك استجابة؟ يعني نعرفوا باللي بعض الجمعيات تشتكي غياب اليد المتطوعة، يعني هل انتم يعني واجهتوا هذا المشكل؟ يعني لا، فيه استجابة لانه فيه وعي. قلنا انه الشباب الجزائري اليوم اصبح واعي اكثر من قبل، لذلك نجد يعني عدة شبان يعني ينضموا إلى هذه الحملة، وكذلك نشاهدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني تسلسل هذه الحملات. يعني بدأت الحملة في بلوزداد ولكن اليوم الحملات راهي في انتقلت اماكن متعدده حتى الى ولايات متعدده، يعني خرجت من جزائر العاصمه راحت الى ولايات عديده. هو الهدف من هذا من حمله نقي حومتك انه اليوم الشباب يبادر مثل هذه المبادرات في اماكن اخرى، وهذا ما يعود لصالح المواطن الجزائري والمجتمع الجزائري ليكون عندنا بيئه نظيفه وبيئة سليمة اللي يتمتع بها المواطن ويتمتع بها أولادنا في المستقبل. احنا نعرفوا كذلك أنه الفاعلين الأكبر في الأعمال التطوعية هما الشباب، بدليل أنه كانت هناك حملات توعوية وتطوعية كبيرة بعد 1962 يعني بعد الاستقلال، وكانت في المجال الزراعي. دونك بدأت بداية في المجال الزراعي وانتقلت إلى مجالات عديدة. ننتقلوا احنا إلى ثالث فقرة توندونس اللي تعودتوا بالعادة أنا نقدمها لكم. هذه الخطرة راح يكون تفاعل مع الضيوف ديالنا مع لي كرونيكور اوسي. دونك نخليكم مع فقره طوندونس بعد الجينجل. هذا البرنامج برعايه فرحه. في فقرة التوندونس لنهار اليوم مشاهدينا ما راحش نكونوا بعد على لو سوجي دو جور اللي تحدثنا عليه، دونك راح نتحدثوا على الحركات والاعمال التطوعيه اللي تبدا من مواقع التواصل الاجتماعي. دونك كيفاش من موقع افتراضي الى ارض الواقع؟ كانوا حملات عديده توعويه ببدايه بدات كما كنت قلت بلال بحملات يعني بسيطه لجمع تبرعات الدم والملابس الى اخره، حتى انتقلت الى حملات جمع مبالغ ماليه طائلة لعمليات جراحية. وأحسن مثال على هذا جو بونس كامل سمعنا بحملة كلنا عدلان اللي كانت دونك كان قام بعملية جراحية وما نجحتش يعني، وكان نحتاج إلى مبلغ 700,000 أورو باش يروح إلى فرنسا ويدير العملية الثانية. وكانوا دونك نشط في موقع فيسبوك وين بدا أن إيفينمون، دونك داروا أن إيفينمون سور فيسبوك بعدها صفحات إلى آخره، وقدروا في الأسبوع الأول فقط يجمعوا تولت المبلغ واللي كان 200,000 أورو. دونك احنا عاود نولي لك لامين، كيفاش انتوما جمعية صدغة يعني تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني مواقع التواصل الاجتماعي عالم افتراضي كبير عنده قوته يجب ان يستغلها، وهذا ما لاحظنا انه عند بداية هذه المواقع الاجتماعي في الاشتغال لقينا يعني تجاوب كبير من عند الشباب، و لو ميساج باس بلو فيت ا ترافير لي ريزو سوسيو كو افيك دوطرو كانو. دونك على بيع اليوم حنا كجمعية سيدرا نركز اعمالنا ونركز يعني لي زابيل مشاريع ديالكم لي زابيل افونتير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فالصورة تلعب دور ايضا، الفيديو ايضا يلعب الدور ديالو في ايصال الفكرة. لذلك من المهم جدا انه نستعمل هذه المواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك وتويتر واللي فيديو على اليوتيوب لجلب يعني مشاهدة كبيرة، ونخليو الانظار تروح لهذه المبادرات الخيرية. ممكن ثاني كذلك ممكن نشر يعني عمل تطوعي يعني لجلب يعني
متطوعين في هذا العمل الخيري، يعني ممكن هذه ثاني من الصفات الحميدة يعني في فيسبوك يعني. وهو الهدف، لأنه اليوم تنشر هذه الأعمال كما قلنا مقبل حول يعني نقي حومتك، مبادرة بدأت في الجزائر العاصمة في حي بلوزداد، كتحطها أنت في موقع التواصل الاجتماعي سوف تجد صدى كبير عند يعني الشباب خاصة وعند كل المتصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، وربما تلقى مهتمين أكبر لأنه مستخدمي موقع فيسبوك يعني بلو بريسيزيما أكثر من لو كان يعني يخرج المشروع إلى أرض الواقع. يعني من المهم يبدأ في مواقع التواصل الاجتماعي باش يكون حد أكبر للمتطوعين، من بعدها باش يروح إلى أرض الواقع، لأنه الشباب ياسمين ينشطوا أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك هذا اون باراليل راح نحكيو على الكراود فاندينغ، جو سي با الا سمعت به لامين. الكراود فاندينغ هو يعني نوع من لو فينانسمون كوليكتيف بارتيسيباتيف، يعني فيه مشروع عبر الانترنت يقوموا بجمع تبرعات لهذا المشروع. كاين دونك هاد لو فينانسمون بارتيسيباتيف، هو كان بدا من كندا، هو تمويل عباره عن تمويل وجمع اموال، المستفيد الاكبر منها هما الشباب، دونك يطموا مبالغ ماليه باش لي جون الشباب يستثمروا فيها، وكانت مشاريع ناجحه جدا. يعني معظم المشاريع اللي كانوا داروا فيها دونك الكراود فاندينغ ولا لو فينانسمون بارتيسيباتيف كانت نجحت، كنا شهدنا دونك في كندا كانت نجحت بزاف. و طبعا هنا يعني تنقسم الى شقين، دونك كاين لي دوناسيون هما التبرعات، يعني يقدر اي شخص يسمع بهذه المبادرات ويقدم مبالغ ماليه يعني سون ريان اتوندر اون روتور، يعني يقدمها فقط. ولا كاين الشق الثاني هدى وين يستنى دونك عائد، والعائد في معظم الاحيان يكون عباره عن دي كادو ولا دي زاكتيفيتي اكسيتيرا. وكاين دونك انا كنت طلعت سابقا كاين مشروع داروا دونك مشروع انتاج ولا مشروع بناء سفينه لي فوالا لي يعني باش يعرفوا شويه بالمواقع اكسيتيرا. وهاد الاشخاص المتطوعين كانوا تحصلوا على دي تورني يعني غراتويت، هذه تعتبر يعني الفائده العائد بارابور او زاكتيفيتي. نعاود نولي لك لامين، دونك انتوما كنتو درتو مشاريع عديده جدا من بينها لو فود بانك، لا بانك دو سون اكسيتيرا، دونك احكي لنا عليها. والله قلنا انه الحمد لله منذ 2011 جمعيه سيدرا تشتغل وتعمل في عده مجالات، من اهمها قلنا بنك الطعام الجزائري اللي الحمد لله وفقنا فيه بنسبة كبيرة أين اليوم، وبمساعدة منتدى رؤساء المؤسسات قدرنا نصل إلى أكثر من 35 ولاية عبر الوطن، فقدرنا يعني نمد يد العون إلى عدد معوزين كبير من العائلات المعوزة ومن الفئات يعني المتضررة من الفقر في أنحاء الوطن. كذلك هناك مشاريع تنموية أيضا. كان أول مشروع لكم لامين في الصحراء الجزائرية للأطفال المعوزين، وهو كذلك أطفال الجزائر اللي استطعنا به أنه اليونسكو سيدغا ألي لابيليزي اليونسكو غاس أو بروجي les enfants de l'Algérie. ما ننساوش طبعا انه جمعيه سيدغا دونك معتمده من طرف اليونسكو، هذا شيء مشرف ويدفع للقيام بمجهودات اكبر. زميلتي ياسمين حبيت نشير الى نقطه مع زميلي في طبعاً. جمعيه سيدغا هناك يعني من يتهم بالجمعيات، بعض الجمعيات مناسباتيه فقط، يعني تختار مناسبات مثلا شهر رمضان، الاعياد الوطنيه، يعني انتم كجمعيه سيدرا يعني ما هي الاعمال تاعكم طول السنه، يعني هاد المسطرين طول السنه، يعني ما هي العمل يعني الزرع هذيك البذره يعني بيكون العمل تطوعي على مدار السنه. العمل يجب ان يكون على مدار العام وليس بالمناسباتيه، هي الاراده وحب يعني النجاح والتفوق، وكذلك
بناء اون سوسيتي سيفيل اللي تكون قويه، لانه اليوم يجب ان نكون مجتمع مدني وان نطور مستوى جمعياتنا ومستوى يعني اعمالنا الخيريه لنكون اون سوسيتي سيفيل كي فورت اللي تقدر يعني فيما بعد ان تطور العمل ديالها ويعني تنتقل الى مواضيع هامه جدا في المجتمع. لازم يكون عندها اساس متين وقوي باش تقدر هكا تكمل في المشاريع ديالها، وهو كذلك لان خاصه المبادئ، خاصه حقيقه، لانه اليوم مهم جدا انه يكون جمعيه لها او جمعيات او المجتمع المدني لها كلمه ولها صدى ولها يعني دي جون دو كونفيونس باش الناس تاخذ لا كونفيونس تاعها من هاد الجمعيات والتعامل معها وتقدر تطور من يوم الى اخر. لذلك من بين الاعمال ومن بين النشاطات اللي تقوم بها جمعيه سيدره واللي راح يكون مشروع مستقبلي هو مشروع شارك اللي راح يعمل على تطوير هذه الجمعيات عبر 20 ولايه في الجزائر. سي انورم كومام 20 ولايه حقيقه، لانه اليوم الهدف انه نكون هذه الجمعيات اللي يكون عندنا جمعيات قويه تقدر تنافس على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي وتقدر تكون كذلك شبانها على مستواها. فالعمل والجمعيات ليس الا في الجزائر العاصمه ولكن في جمعيات في سطيف في باتنا وفي اضرار وكافه الولايات يعني في ولايات متعدده. لذلك هذه الجمعيات لها مسؤوليه انها تكون كذلك شبان تلك المنطقه، لان اليوم العمل الجواري عمل مهم جدا هو اللي يمكننا باش نتمكن من تطوير وتكوين مجتمع متناسق ومتكامل بين كل مناطق الجزائر، لانه الجزائر كبيره وعريضه كما نعلم. لذلك مهم جدا انه نعمل يد في اليد بين جمعيات في الجزائر العاصمه وجمعيات في ولايات اخرى لتكوين شبان ولتكوين هذا وتطوير هذا الجمعيات لمجتمع افضل ولمجتمع متطور لصالح يكون فاعل اكبر في المجتمع. انا نعاود نولي لك بلال، كان لفت انتباهي صح كان قال انه الجمعيات التطوعيه يعني تنشط بزاف في المناسبات يعني رمضان العيد اكسيتيرا. انا جو بونس انهم مناسبات مهمه باسكو هنا الواحد يحس بالنقص ويحس بالاحتياج، وهنا تجي هاد الجمعيات باش يعني تلبي هاد الطلبات وتقدر يعني على الاقل تكون تغطي الاحتياجات ديالهم. يكونوا بوكو بلوس في هذه المواسم هذوما رمضان والاعياد، يكونوا بوكو بلوس. يكونوا مواسم حساسه. ايه كاين ناس محتاجه، كاين يتامى، كاين اللي باش يدير لهم الحوايج، كاين اللي قفت رمضان، كاين سمع علاش هذه المواسم هذوما لازم يزيدوا ينشطوا فيهم اكثر واكثر. تنشط اكثر. لامين اسكو كان عندكم ديجا فكره تاع كيما كان قال بلال، عطيت فكره جيده بلال زائد واحد، كان عطى فكره عن كان تحدث عن الجمعيات المختلفه اللي كاين في ولايات عديده، اسكو جاتكم الفكره انكم يعني كامل هذه الجمعيات تقوموا بمشروع واحد وموحد في يعني في اي مجال، في التربيه ولا في الحملات التنظيف؟ احنا حبينا يعني يكون يا حبذا نشوفوا مشروع يعني كامل جمعيات يعني تشارك فيه كامل الجمعيات النشطه في الميدان. يعني هل يعني انتم على اتصال مع عديد الجمعيات يعني في هذا المجال؟ يعني وهو كذلك العمل عمل سيدره ويكون يعني مع الجمعيات الصديقه ومع الجمعيات المحليه في ولايات متعدده. فمثلا بنك الطعام الجزائري يعتمد على الجمعيات المتواجدة في ولايات متعددة، على غرار جمعية إنصاف في سطيف وجمعية في وهران، جمعية الشباب المثقف وجمعية أخرى في ولايات في مختلفة. فمهم جدا أنه نعمل يعني عمل بالتنسيق مع عدة ولايات، وهو كذلك لأنه يكون في تنوع يعني في النشاطات يعني بهذا الاحتكاك بين الجمعيات. يعني فيه تفكير أنه وفيه يعني ربط لعلاقات بين الجمعيات، جمعية سيدة وجمعيات أخرى متواجدة في العاصمة وغيرها من الولايات. فيه تفكير أنه نظم حملات توعوية وحملات تطوعية
تجمع كل الجمعيات، وهذا لإعطاء قوة أكثر، لأنه فيه كل ولاية هناك أشخاص متتبعين لجمعيات، فاتحادنا هو قوتنا، وتكوين هذه العلاقات مع جمعيات أخرى يعطيك رؤية كبيرة ورؤية يعني انفيزيون لوانتان لتطوير المجتمع الجزائري برمته. لمين على ذكر الأشخاص المهتمين من عدة ولايات، يعني يقدروا ينضموا للجمعية من أو ولاية يكون خارج ولاية الجزائر عاصمة ويقدر ينضم لجمعية سيدرا؟ وهو كذلك، يعني كل الأبواب مفتوحة لجمعية سيدرا للمتطوعين ويعني الشباب والشابات للانضمام إلى جمعية سيدرا، الأبواب تقعد مفتوحة، واللي يبادر ويريد العمل الخيري والعمل التطوعي وعنده فكرة أو عنده مشروع فهو مرحب به في كل وقت. هنالك شباب يعني يعملون على الاستماع إلى فكرته وتقييمها والعمل على تجسيدها في أرض الواقع. المهتمين من خارج الوطن؟ لنا حاجة إلى الشباب المتواجد في خارج الوطن، لأنه عنده خبرة واللي عنده تجربة تقدر تفيد بها يعني شبابنا اللي في الجزائر كجمعية سيدرا وجمعية أخرى يمثلها يعني خارج الوطن أيضا. فشبابنا المتواجد في خارج الوطن مرحب بهم لإعطاء لو بلوس الى جمعيتنا ومجتمعنا المدني لاعطاء افكار واعطاء يعني نوعيه في المشاريع ويعني ثوره في عالم الجمعيات في الخيرية. الجزائر. بالحديث على هذا لامين، كانوا دونك من بين مشاريع جمعيه سيدرا هي ورشه تدريب للشباب باش يدخل يعني في الاعمال التطوعيه. كان فيه مشروع يونغ ألجيريان ليدرز أكاديمي اللي يجمع 10 شابات و10 شبان لتشجيعهم على عمل المقاولاتية، وهو مشروع اقتصادي مهم جدا اليوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي تعيشها الجزائر. المهم والأهم اليوم أنه نرسخ فكرة المقاولاتية في أذهان شباننا، لأنه الحل يمكن أنه يكون عبر يعني مؤسسات صغيرة وأفكار مشاريع اقتصادية يكونها هذا الشباب. والحمد لله يعني من خلال المشروع فيه أمثلة كبيرة وفيه شبان يعني قاموا بإنتاج والخروج إلى وإنشاء مؤسساتهم الاقتصادية اللي اليوم تحقق صدى كبير على المستوى الاقتصاد الوطني. يعني ممكن انتم يعني كجمعية، يعني نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، يعني هل هناك برنامج مستطر لهذا العيد يعني من مساعدة يعني من المحتاجين يعني في تلبية أضحية العيد يعني في هذا العام؟ برنامج أضحية لن يكون كسنة الماضية، ولكن فيه عمليات تطوعية. يعني كان عندكم برنامج قوي العام الماضي يعني. الحمد لله. يعطينا فليسكوب لامين. الحمد لله يعني قدرنا العام اللي فات أنه نقوم ببرنامج قوي جدا بمساعدة أنستينا الفوكاي والبودكاستر. يعني كنت حضرت يعني جانب من هذا جمع تبرعات يعني في بين المركزية. وكان فيه تجاوب كبير من طرف الشعب الجزائري عبر وسائل الإعلام اللي نشكروها عبر يعني قناة نوميديا، كل القنوات المساهمة في التغطية الإعلامية. في التغطية الإعلامية لأنه مهم جدا أنه الميديا اليوم يجوا ان رول تري امبورطون بور يعني التشهير لهذا في التعريف بالمبادرات التعريف المختلفة المبادرات الخيرية. هذا العام راح يكون فيه عمل خيري، ولكن سيكون مع أطفال مرضى السرطان وكذلك اليتامى والمساكين، فلأنه كان يجب الاختيار بين الدخول المدرسي و جو تزامنا جو كامل كيف العمل وكذلك يعني التوقيت تزامن عيد الأضحى المبارك والدخول المدرسي، فركزنا وقلنا أنه
هناك جمعيات أخرى مثل سنابل الخير أو جمعيات عبر المستوى الوطني سيبادرون بأضحية العيد لفائدة العائلات. يعني هذا هو التنوع اللي كنا نحكيو عليه بين جمعيات يعني. وهو كذلك لأنه مهم جدا أنه اليوم جمعية تعاون وحدها ما تقدرش تعمل كل كل يعني اليد في اليد. وهو كذلك حقيقة في الاتحاد قوة. يعني وهو الهدف الأسمى والأبلغ أنه اليوم نسعى جاهدا أنه نعمل كفرد واحد لي يعني إيتاء أو جلب الإعانة لكل أفراد المجتمع الجزائري. طبعا إن شاء الله المشاريع ديالكم كامل تتجسد. أنا حبيت نسقسيكم وين راكم تروحوا تجوزوا العطلات ديالكم؟ صعب سؤال ولكن فيه مناطق ممتازة ومناطق سياحية جميلة في الجزائر لأنه تسخر البلد بإمكانيات سياحية كبيرة على غرار ولاية جيجل ولاية بجاية ولاية الجزائر خلابة بالمناظر ديالها في ولايات عديدة وبشواطئها وبغاباتها وصحراءها اللي ما نساوش يعني ما هوش يعني التوقيت المناسب للصحراء لأنه حرارة مرتفعة فالمواطنين يحبذون يعني الشواطئ وشواطئ البحر ولكن الصحراء تبقى عندها وقتها وتبقى عندها لشغم ديالها وفيه يعني سياحة كبيرة نقدر نقوم بها. كلمة لك محمد الأمين. شكرا وفاء على الاستضافة الكريمة وشكرا لقناة نوميديا ولكرونيكور أيضا شكرا للعمل اللي تقوموا به كل أسبوع هدى لتشهير بالسياحة في الجزائر بلال كذلك في قسم الأخبار وفاء أيضا مشكورة وأمل اللي تغيبت اليوم بسبب أمل معلوم تمنولها الشفاء الزميلة أمل فسيدرا متواصل العمل ديالها ونطلب من الجمهور الكريم أنه يتواصل مع جمعية سيدرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسوسياسيون سيدرا ألجيريان فود بانك عبر مشاريعها. احنا متواجدين ومرحبين بكل الأفكار الإيجابية لإعطاء نظرة إيجابية للشباب الجزائري في المجتمع الجزائري. شكرا من كل أعماق قلبي لاستقبالكم لنا ولتشهيركم بأعمال جمعياتنا جمعية سيدرا وجمعيات أخرى والعمل التطوعي لنقول أنه الخير ما زال في البلاد هذه. شكرا يعطيكم وإحنا سهل. بدورنا نتمنى النجاح لجميع مشاريع سيدرا المستقبلية. آمين يا رب. شكرا.